مناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المحلل الكاتب والصحفي السوري الأستاذ خليل المقداد، عفوا، عبر الهاتف. أهلا بكم أستاذ خليل إلى استوديو الرافدين. المعارضة سوريا صرحت بأن تشكيل أمريكا جيشا من ميليشيا بيديه ينذر بتقسيم سوريا. برأيك كل التطمينات الدولية بالحرص على وحدة سوريا هل هي كافية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة للتوضيح. سيدي الكريم، نحن نعلم أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعني يتعامل بعدة وجوه، سواء مع السوريين أو مع الأتراك أو مع معظم الدول. المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديدا يعني لا تحترم إلا القوي. لذلك نحن الآن أمام واقع جديد تفرضه التخاذل، يفرضه التخاذل الحاصل. يعني إذا لم تكن أنت تركيا لن يكون أحد أكثر منك تركيا، وإن لم تكن سوريا لن يكون أحد أكثر منك سوريا، وإن لم تكن عراقيا كذلك. يعني هذا واقع وجدته الولايات المتحدة متاحا لديها. أحمد الجربة الآن، أحمد الجربة يا سيدي، هذا الرجل معادي لتركيا أساسا، وهو متحالف مع الأكراد منذ أيام إدارة معبر اليعروبية، وهو يعني شريك في معمدية الدم والملح كما قال في القاهرة عندما امتدحهم بأن تشكيل تياره تيار الغد. لذلك نحن أمام واقع تحاول فيه الولايات المتحدة استغلال الأدوات المتاحة لها في المنطقة للعب والعزف على أكثر من وتر والإبقاء على كافة الأطراف بحاجة لها. يعني تركيا الآن مهددة في أمنها القومي والوطني، وهي كذلك يعني مستهدف الآن. يعني ربما يكون الدور على تركيا، وإن لم تتحرك تركيا بشكل جاد فإن كل هذه التصريحات والتطمينات لن تفيدها بشيء. يعني أستاذ خليل، يعني هل المستهدف هو الأمن القومي التركي أم أن الأمن القومي السوري أيضا مستهدف؟ أين المعارضة من هذه التصريحات؟ لا يوجد معارضة يا صديقي الآن. المعارضة في الشمال، سواء تحدثت عن درع الفرات، فهي يعني تلعب على وتعزف على أكثر من وتر أيضا. يعني هي ظاهريا تتبع لتركيا، لكنها أيضا تتبع للولايات المتحدة وبعضها متحالف مع روسيا. يعني مثلا فصيل السيجري، هذا الذي يسمى لواء المعتصم، يعني يتعامل مع الأمريكان ومع الروس ومع الأتراك ومع الجميع، وهو الآن في الولايات المتحدة مع كوكبة من هؤلاء الخونة والعملاء، ذاهبون للبحث عن دعم. لم يقاتلوا نظام الأسد يوما، لكن تركيا صرحت بأنها ستدخل إلى عفرين بالتعاون مع المعارضة وقوات المعارضة الموجودة في الشمال السوري. أتمنى ذلك يا سيدي، أتمنى ذلك. نحن نتمنى أن تتحرك تركيا. يعني التردد التركي منذ بداية الأزمة السورية هو ما جعلها تدفع الثمن. الآن تركيا الآن أمام خيارات أحلاها مر، يعني في منبج أو في عفرين. يعني عفرين قد تكون أسهل من منبج، لأن منبج هناك أيضا قوات أمريكية وقوات روسية، والأتراك يرفعون أعلام أمريكية. أتمنى أن تكون الحكومة التركية جادة في هذه المرة وأن تتحرك بشكل فاعل، لأن الغرب والولايات المتحدة لا يعترف ولا يعني يحترم إلا القوي. وأعتقد أن هذه فرصة مناسبة جدا، لأن تشكيل أو إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل قوات عربية كردية بقيادة قسد يمنح تركيا العذر والمبرر والمصوغ القانوني والسياسي والعسكري للتحرك. هل التحرك التركي أستاذ خليل، هل التحرك التركي في إلى عفرين ومنبج سوف يوقف عملية التقسيم المراد وضعها في سوريا بخارطة جديدة؟ يعني ربما يؤخر الأمر. يعني التقسيم، تركيا نفسها مستهدفة بالتقسيم، وتركيا على الأتراك أن يعلموا أنهم يعني الهدف التالي. أنا لا يعني متيقن وعلى قناعة تامة من أن تركيا هي الهدف المقبل للتقسيم، ليس فقط سوريا. سوريا يا سيدي أقول لك حقيقة مهمة، والله لو علموا أنهم يستطيعون تقسيم سوريا والحفاظ على أمن واستقرار الإمارات أو الدويلات أو الكانتونات التي سينشئونها لمضوا في خريطتهم خارطة الدم. يعني نارلوس، حدود الدم، هذه يعني مشمولة وجاهزة حتى إيران. يعني هذا لا أستبعد أبدا، لكن ما يمنعهم من ذلك هو أن هناك لازال هناك يعني تنظيمات خارجة عن السيطرة، هناك تنظيمات جهادية وهناك
تنظيمات يعني من الجيش الحر ايضا. لذلك هذه ترفض التقسيم وترفض الاستسلام وترفض التوقيع على او ما يسمى تسويه بقاء الاسد والى ما هنالك. نعم الاستاذ خليل المقداد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف من الدوحه، شكرا جزيلا لك.